هلا والله ويا مساء الخير. طبعا الان من مدينه جيزان وبالتحديد في الكورنيش الشمالي. يجيش كثير الكورنيش لكن ما عندكم فكره عنه. طبعا الكورنيش الشمالي من اجمل الاماكن ومن اكثر الاماكن زياره في المنطقه. طبعا يدك اليمين البحر وعلى يدك اليسار حديقه. شوفوا هنا الحديقه، ايضا في مكان للجلسات في الجهه الثانيه، وهنا البحر. طبعا الكورنيش مكان كبير مرة وواسع، ممكن تقريبا طوله أربعة كيلو. طبعا هو مكان جميل ويعتبر متنفس، وفي نفس الوقت يعتبر مكان للرياضة. بصراحة شيء خيال. طبعا أمانة جازان هيئته للمشي، وهيئت أيضا سوت فيه لوحات وعبارات توعوية. شوفوا مثل هذه اللوحة مكتوب فيها كم قطعت مسافة، وأيضا فيها عبارة توعوية المشي يقلل من زيادة الوزن. طبعا هذا أحد الأعمال اللي تقوم بها أمانة جازان برفع النفايات. شوفوا صورتها من الكورنيش الشمالي جزء بسيط. ان شاء الله اجيكم في يوم ثاني وفي النهار ونسوي لكم تقرير اجمل واوضح. في امان الله.